معانا على التليفون عبد الرحمن البنوبي، نجم هذه المواجهة ورجل المباراة طبقا لاختيارات الرابطة. اهلا بيك كابتن عبد الرحمن. اهلا بيك كابتن، عامل ايه؟ ازي زي حضرتك؟ عامل الفل، ايه؟ ازيك انت؟ كله كويس؟ الحمد لله، كله زي الفل والله، قبل الحمد ما لله. نتكلم في شوية تفاصيل عن اليوم الحلو ده بالنسبة لك، طول الموسم بيقولوا عبد الرحمن السكران، لكن النهاردة المواقع بتكتب اما عبد الرحمن السكران واما عبد الرحمن البنوبي، ايهما تفضل بداية؟ انا طبعا بفضل عبد الرحمن البنوبي لان ده اسم عيلتي، يعني اما السكران ده زي كده لقب طلع عليا مثلا، فاهم؟ لقب يعني اصلا مش موجود في اسمك؟ لا مش موجود في اسمي اصلا، بنوبي ده هو اسم عيلتي. لا يبقى حلو، البنوبي احسن، يعني لو كان الاسم في البطاقة موجود السكران كان يبقى عادي، لكن هو مش موجود فما نحطوش. تمام، ايوه صح. خلاص اعتمدوا يا جماعة عبد الرحمن البنوبي لاعب الداخلية المعار من سيراميك كليوباترا. يوم حلو قوي عليك اكيد، اسيست حلو بتفتح بيه المباراة وبعديها جول حلو قوي. هبدأ معاك بالجول الحلو اللي سجلته النهاردة، كلمني عنه انت. والله الحمد لله، يعني برضو الهجمة كان فيها توفيق كبير برضو من عند ربنا، الحمد لله اللي انا عرفت نعم بالله. اعدي يعني، وخدت قرار بقى اللي انا في اخر واحدة بعد ما لميت بشمالي، فقررت اللي انا يعني كنت واخد القرار في ساعتها، يعني هو كان زي مثلا موقف مباراة، فانا في الموقف ده لازم اتصرف كده، مظبوط لان صح. انا ما كانش قدامي اوبشن مثلا ان انا اعمل حاجة تانية غير ان اعدي يعني. قال لك ايه الكابتن علاء بعد الجول الحلو ده؟ والله كابتن علاء طبعا كان مبسوط جدا بالاداء، يعني الحمد لله من كل اللعيبه، وكلمني برضو بعد الماتش قال لي ما شاء الله عليك، وكان عاجبه الجون جدا طبعا يعني، وكلمني وبس يعني. هو الميزة كمان ان الجول ده احتفلته بيه مرتين، يعني مرة لما سجلته ومرة لما الفار قال لك جول. ايوه فعلا، هو انا وقفنا شويه كده بعد ما كان لسه مستنيين قرار الفار يعني، بس الحمد لله ان هو اتحسب يعني. اعتقد ان الكرة دي مش تسلل، لان الظهير الايسر للمحلة اعتقد كان هو اللي مغطي وقت ما الكرة كانت عالية في السماء، ايوه اعتقد فعلا، يعني ده سبب لان القرار. كان ورا سمير فكري. مظبوط صح، سمير فكري كان هو اللي مغطي، وبالتالي دي ما اعتقدش ان فيها مشكله. لكن بدايه المباراه كمان الاسيست اللي عملته، برضو الهجمه كانت منظمه، واضح ان هي جمله ملعوب عليها، يعني سواء تحركك او المهاره او العرضيه او تحرك سمير اللي سجل، برضو الجول ده كان حلو قوي. ايوه فعلا، هو يعني هو برضو الكابتن دايما بيقول لنا مثلا كاطراف اللي احنا مثلا نفتح الملعب شويه، فبرضو قرار اللي انا اعدي برضو واحد على واحد والعبها عرضيه يعني، وسمير فكري دايما بيكمل لجوه، فالحمد لله يعني. هو اللي نادى عليك في اللقطة دي؟ نادى عليا فعلا، لان هو كان مكمل برضو وانا كنت شايفه برضو قبل ايوه مفهوم. ما العب يعني. بنتكلم على ماتشين ورا بعض، ادي جول واتنين اسيست، الماتش اللي فات قدام الاهلي هدف التعادل القاتل في الدقائق الاخيره، واضح انه دخلت في الاجواء خلاص. والله الحمد لله فعلا، يعني ابتديت اخد دقايق اكتر، ابتديت العب، فالموضوع ده برضو ساعدني. وكابتن علاء يعني عارف، مش الفتره دي انا اتمرنت مع كابتن بتروجيت. علاء، مع بتروجيت سنتين، فهو كابتن علاء عارفني يعني، وعارف امكانياتي، ويعني وانا شخص بحبه جدا يعني وبحترمه. ده تاني ماتش بس في الموسم تلعبه اساسي، يعني النهارده وكان ماتش الاسماعيلي لا مع لعبت، سيراميكا. لا ماتش المقاولين. المقاولين مظبوط صح، المقاولين لعبت ماتش اساسي المقاولين. شوط تقريبا. بالظبط. طيب انت يعني انتقلت طبعا على سبيل الاعاره من سيراميك كليوباترا للداخليه، الموسم النص الاولاني مع الكابتن احمد سامي كانت المشاركات مش كتيره قوي بعكس الداخليه دلوقتي بتشارك، كلمني انت شايف ايه الفرق في الفترتين مع المدربين يا كابتن عبد الرحمن؟ والله يعني كابتن احمد سامي انا شخص بحبه جدا برضو، وشخص اضاف ليا كتير برضو، بس يمكن كان برضو اللي هو عشان لسه برضو انا في الاول، ولسه ما دخلتش في الاجواء قوي، وكان لسه هو كان صابر عليا يعني مش اكتر، ولما جات لي الفرصه اللي انا اشارك اكتر وكده، فالحمد لله يعني. الحمد لله على كل شيء. انت اساسا مكانك جناح ولا ده مركز اتغير لك مخصوص؟ لا انا بلعب جناح، بلعب وينج ليفت. وينج ليفت ممتاز ممتاز، تمام. ببارك لك على الاداء الله الحلو، يبارك فيك، الله يبارك فيك، ومبروك المباراه النهارده كفوز وكاداء ولقب رجل المباراه، الله يبارك ونشوفها فيك كتير الفتره اللي جايه ان كمان شاء الله، باذن ان شاء الله الله. مبروك باذن كابتن الله. عبد الرحمن البانوبي لاعب فريق الداخليه على الفوز النهارده.